لما أراد الرحالة الشهير فيلبي أن يزور الربع الخالي ويوثق معالمه، استأذن الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب منه المعونة في ذلك. فأرسل الملك عبد العزيز للأمير عبد الله بن جلوي رحمه الله في الأحساء وطلب أن يمده بالرجال الثقات. فأرسل الأمير عبد الله بن جلوي مع فيلبي جماعة من الرجال العارفين، وعلى رأسهم الموسوعي الجغرافي علي بن جهمان من الغفران من بني مرة رحمه الله. تكلم فيلبي في رحلته عن علي بن جهمان المري رحمه الله، وأثنى على دينه وعقله ومرؤته وأدبه وتحفظه وترفعه عن كل دنيء. وقد ذكر فيلبي أنهم مروا بواد شهير في الربع الخالي، فسأل علي بن جهمان عن اسمه فلم يجبه، وقال نعرفه هكذا بالوادي. استغرب فيلبي، كيف مثل هذا الوادي الشهير لا يعرف؟ فلما رجع فيلبي بعد ذلك إلى الأحساء وسأل بعض الناس، ذكروا له أن هذا الوادي يطلق على اسم الفرج أجل الله من يسمع. فترفع علي بن جهمان المري رحمه الله تعالى أن يذكره باسمه المعروف. أثنى فيلبي أيضا على معرفة علي بن جهمان لدقائق الربع الخالي، يقول أوصلنا إلى بئر ليلا وقال إني لم أزر هذا المكان منذ 7 سنين. منذ 7 سنين لم يزر هذا المكان وعرفه ليلا. تكلم فيلبي عن صلاح علي بن جهمان، قال كان يكثر من الصلاة وقراءة القرآن، وكان صوته حسنا، وكان عنيدا لآرائه، كان متفردا برأيه، يقول أنا جئتك دليلا عارفا بالطريق فلا أحتاج لرأيك يا فيلبي. من مرؤة علي بن جهمان ما ذكره فيلبي أيضا أنه كان يترفع عن تصويب بندقيته للطيور الجيف، قال مع أنه ماهر في صيد الغزلان. من فراسة علي بن جهمان ما ذكره فيلبي أنهم مروا على آثار إبل، فقال ابن جهمان إن هذه الإبل لبني فلان، فكان الأمر كما قال. توفي علي بن جهمان المري رحمه الله تعالى في سنة 1931، وقد انتقل أبناؤه بعد ذلك إلى قطر واستقروا بها، وهم اليوم رجال كرام بررة ولهم عقب صالح. فمن أولاد علي بن جهمان الميع، وقد توفي رحمه الله في سنة 2010 من الميلاد، وأولاده علي ومحمد وناصر جار الله. ومن أولاده سالم، وقد توفي رحمه الله في سنة 2011، وأولاده جار الله مسعود وعلي وحمد. ومن أولاده محمد، وقد توفي رحمه الله تعالى شابا وله ابن موجود اليوم اسمه صالح. هذه نبذة عن أحد رجالات الجزيرة العربية، وما أكثر رجالها البارزين وما أقل وفاءنا لهم.